مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حصتكم زين وهمة. زين وهمة اللي عودتكم دائما وصفات جديدة، وجوه جديدة، وحلويات جديدة. اليوم راني جبت لكم وصفة هايلة وجديدة بزاف، راهي غير دور اليامات هادو. راح تكون مشكلة بشكل جديد، مشكلة يعني ماشي كما تعودنا عليها نقشوها ولا، هذه مشكلة بطريقة جديدة. طبعا راح نشوفوها معايا. نبدأ وصفتنا لنهار اليوم. نحتاج في هذه المشكلة نحتاج 2 كيلات بيستاش، كيلة لوز بودرة، كيلة سكر ناعم، نحتاج شوية فانيلا، نحتاج البيض، ونحتاج لاروم تاع البيستاش. هكذا، هذه بوغ لافارس. راح نبداو ثاني، راح نزيدو نديرو لها عجينة اللي راح تكون عجينة عادية كما متعودنا نديرو عليها في المشكلة تاعنا. راح تكون 3 كيلات فارينة، راح نديرو 1/4 كيلة تاع يدام، قرصة الملح وشوية فاني، ونطموها بالماء. نبداو وصفتنا. راح نبداو بالعجينة باش تريح شوية. طبعا نبداو اول حاجة بالفارين تاعنا. دائما تعودنا نديرو الكيل لاني خذيت هذا المقدار يعني صغير باش نديرو به العجينه. راح نديرو 3 كيلات فرينه، فوالا هذا الكيل الاول، ونزيدو الثاني، ونزيدو الثالث باش نديرو المقدار تاعنا. وصفتنا لنهار اليوم جديده هايله وشابه، دوك تشوفوها معايا اليوم. والكيل الثاني فوالا، هكذا درنا 3 كيلات. راح نزيدو يعني بنفس المقدار بالكيل هذا، راح نديرو 1/4 كيلة إدام. نحتاجو كسرونة، ونروحو نذوبو الزبدة. ذوبو الزبدة تاعنا. راح نزيدو قرصة الماء، قرصة الملح تاعنا في اليدان باش يذوب. ديما نقولو نتفاداو الملح تاعنا باش من بعد ما يقطعلناش هذيك العجينه كي نكونو نديروها في لاباراي اليوم اللي حنخدمو بها تاع البقلاوه ولا تاع الرشطه، لكل بيت على بالي بلي كاينه. وراح اليوم نستعينو بالملون الابيض، حبيتها انا العجينه تاعنا تجيني بيضاء. راح ندير ملون البيض الابيض، ونديرو شويه فانيلا باش نعطرو العجينه تاعنا. هاي ذابت الزبدة تاعنا. هنايا راح نبردها شوية باش ما تحرقنيش. وراح نكيل 1/4 كيلة تاع يدام فوالا بهاد الطريقة. ونحتاجو الماء باش نطمو العجينة تاعنا. هكذا رايحة نخلط المكونات هذيك. راح نديرو حفرة في الوسط، ونديرو ليدام كيما ديما تعودنا عليه، عليها عجينة تاع المشكلة. يعني ديما هذا المقدار ديما نديرو 3 كيلات بربع كيلة. راح نطموها. نسيت قرصة الملح.
ونطموها بالماء. هكذا غير بشويه ونطمو هذيك العجين. نذكركم دائما بالوصفه فيها بالنسبه للحشو فيها 2 كيلات بيستاش ملحيين كما راكم تشوفوهم، كيلة لوز بودرة أبيض، نحتاجو الكيلة تاع سكر كلاسي، نحتاجو شوية فانيلا ولاروم تاع البيستاش. هنا تقدري ديري ما ديريش لافاني معليش باسكو رانا درنا لاروم هنايا تاع البيستاش. راح نطموهم بالمخفف تاع بياض البيض ما زهر. دوك تشوفوا كيف نخدمو المخفف ونطيبوها في واحد المول شكل قلوب. نطموص على العجينه تاعنا كما قلت لكم غير بشوي ما نخليوهاش تغلبنا في الماء. دائما العجينه تاع المشكله يعني هذه هي وشوا شويه الشكل تغير. اليوم تعودنا بزاف على اشكال تاع المشكله، درناهم انا وزميلاتنا في الحصص اللي فاتوا تاع زين وهمه، درناها بالنقاش، درناها في ليمول. اليوم غيرت النوع وطيبتها في المول تاع سيليكون. دوك تشوفوها معايا مبقاليش بزاف، نزيد لها غير شويه باش ما تجينيش طريه بزاف من بعد تعييني كي نكون نخدمها. بهذه الطريقه طميتها كيما راكم تشوفوا فيها. انا يا هنايا راني طميتها، دوك ندير بابي فين نغطيها نخليها تريح شويه باش تساعدني كي نكون نحل فيها في آلة العجين، ونروحو نخدمو الحشو تاعنا ونعاودو نرجعو لها. بعد ما خلينا العجينه تاعنا تريح، انا وجدناها خليتها تريح، نروحو نخدمو الحشو مع بعضانا. نحتاجو هنا إناء، نجيبو فرشيطة، نجيبو ملعقة. نذكركم بالمقادير، راح نحتاجو هنايا أنا راني كيلت ديجا، نحتاجو 2 كيلات تاع بيستاش، ونحتاجو كيلة تاع لوز ملحي. هكذا نحتاجو كيلة تاع سكر كلاسي، هكذا ونحتاجو شوية تاع لارون تاع البيستاش، هنايا قلت لكم لافاني هنايا اذا حبيتوا ديروها زيدوا ديروا شي فانيلا، اذا ما عندكمش تقدروا ما ديروهاش باسكو رانا دايرين ديجا لاروم. وهنا راح نديروا بالمخفف بياض البيض. وشو هو مخفف بياض البيض؟ راح نحتاجوا بياض البيض ونزيدوا لهم شويه ما زهر. هلا شوفوا طريقه نحتفظوا هنا بالصفار. قلت لكم نحتاجوا بياض البيض، راح نزيدوا له هنايا ماء زهر. هكذا ما راح يولي مخفف البيض، راح يولي مسميوه مخفف البيض، ونطم به هذاك الحشو. نزيد له غير شويه
هذه خليوها هنايا ونبدأ نطم فيها غير بشوي. نحاول هنايا نلوح على هذيك لاغوم باش تفتح لي مليح كما راكم تشوفوا بهذه الطريقة. ونطمها ونطمها مليح. حتى نتحصل على هذا هو اللون، وانا هذا هو اللون اللي راني حباته. وكان تلاحظوا انا كنت مخليه ديجا شويه لوز ابيض خليته ابار، اذا جرات لكم ولا تقدروا تزودوا تشيحوها بها شويه، يعني نطمو غير بشويه ما نخليوهاش تغلبنا بهذه الطريقه. كما راكم تشوفوا فيا ها الحشو تاعنا طميناه، شوفوا زدنا لها لاغوم عطتنا الذوق وعطتنا اللون كما راكم تشوفوا كيفاه ردت حالنا. هنايا رايحه نستعين بواحد المول، دقيقه سامحوني نغسل يديا ونرجع. دركا كما قلت لكم طمينا الحشو تاعنا، راح نستعينوا بواحد المول هولا. ها هو كي شوفوا الشكل اللي خيرته، شكل قلب. نعم سمحوا لي دقيقه هكذا باش نكونوا اليز. راح ندير الحشو في هذا المول، راح نعمرو بهم. أبلي راح تعجبكم هذه الوصفة وصرتو الشكل جديد. شوفوا وكان يعني قدمونا باش الكاميرا تشد لي مليح اللون كيف خرجت لي والشكل. رايحة نعمر كامل هذه القلوبة في نفس الوقت. العجينة تاعنا هنا راهي تريح، هنا ياسم مشغول نضربو عصفور بحجرين. على بالي كامل راكم حيرين تقولوا كيف راح نطيبها، مانيش راح نطيبها دركا. بعد ما نعمروا المول تاعنا هذا راحين نلوحوه في الكونجيلاتور، يشد روحو مليح باش كي تخرج لي راح يخرج لي انكر اللي نقدر نتحكم فيه بيديا. فوالا هذه هي كما قلت لكم، مش حنطيبها دركا، راح ندخلها الكونجيلاتور تشد روحها مليح ومن بعد نديموليوها. هذيك الساعه نروحو نخدمو بالعجينه اللي كنا خدمناها وجدناها وخليناها تريح. كي نديرو معاها العجينه نطيبوهم في زوج مع بعضهم، مع الحشو مع العجينه، مع لافاكس مع العجينه تاعها، وطيبو في زوج مع بعض. كما راكم تشوفوا فيا راني درت الحشو تاعنا في هذا المول، هنايا راح نحطو في الكونجيلاتور كما قلت لكم يجمد لنا مليح باش من بعد كي نديمو ليه يساعدنا كي نحط عليه العجينه فوقه. هكذا راح نحطو في الكونجيلاتور. دركا بعد ما حطينا الحشو تاعنا في الكونجيلاتور راح نروحو مباشره نخدمو العجينه تاعنا. كيما شفتوها راهي ريحه، تشوفوا اللون تاعها شحال شباب. اللون هذا اللي حبيت ديروه كيما درت انا من قبيل ملون ابيض غير شويه باش تحصلوا على هذا النتيجه. شوفوها هنايا راح نستعينوا بكوبات، نقطعوا غير مورسو صغير باش ما يعيناش. راح نستعينوا باللافارين سوبودري شويه فوق لو بلون
باش تعاوننا كي يكونوا نخدموها ما تتقطع لناش. بهذه الطريقة ونبدأ. هنايا راح نبداو بلا ماشين نعدلو العجينه تاعنا، يعني ندخلو مليح الملون نفس الوقت رانا نعجنو فيها. نبداو بالاكبر نيميرو العريض كامل، ومن بعد نبداو نرقو فيها بهذه الطريقه. دوكا حنايا هنايا الكبيره كامل هنا في هذا لا ماشين راهي سات، نبدا ننقص غير بشويه الان. دوك الكبيره كامل هي الان نشوف فيها بالمقلوب، ومن بعد نبدا ننقص. هنايا رقم 2، وكل وحده لا ماشين تاعها. نحاولوا نخدموا لا ماشين العجينه تاعنا في العرض، لانه راح نقطعها بهذا السارسوس ما لازم تحصل على دوائر. مازال نزيدو رقم 1 ونكونوا وصلنا للنتيجة اللي راني حبتها. هكذا راهي نورمالمون هاي مليحة عجينة تاعي. هنحبسو هاد الآلة، هنقيس إذا يجي قدها. فوالا كيما راكم تشوفوا فيا، شوفوا راهو يجي سوا سوا. راح نقطعها هكذا. هنايا لازم تبعوا مليح الخطوه تاع الحلوى. شوفوا انايا بعد ما حطيت هذاك الحلوى في الكونجيلاتور، كنت ديجا حضرت لكم حبات حطيتهم يعني في الكونجيلاتور من قبل باش نربحوا شويه وقت. يعني ماشي حاجه صعيبه، كامل نعرفوا الطريقه هذه. شوفوا بعد ما ديموليتو باش تجينا الحبه هكذا بيان ليز وشاده روحها. هذا الشكل اللي راني حباته في نهايه الحلوى، هذا هو الشكل اللي راني حباته هكذا. شوفوا بقى معايا نفذ هذه. كيما راكم تشوفوا هنا حطينا الحلوى تاعنا، نروحوا نستعينوا بسكين. هنا هي هنايا لاستيوس تاع هذا الحلوى، لازم تبعوني هنايا مليح. شوفوا راح بعد ما قطعنا العجينه تاعنا دوائر راح نستعينوا بسكين. شوفوا راح ندير خط من الفوق هكذا وخط من تحت، نخلي هنا 1 سنتيمتر، حوالي 1 سنتيمتر في وسطهم، ونكمل الخط الثاني بلا ما نوصل للحافه. ومن بعد ندير خط كامل طويل هكذا، ياك فهمتوني. ندير نصف خط، نخلي حوالي 1 سنتيمتر، نزيد نحط الخط التحتاني، ومن بعد نعاود ندير خط واحد كامل متكامل بلا ما نوصلوا للحافة تاع هذا لو سيركل. نكمل الطريقة تاعي. شوفوا كيفاه، راح نفتحها مباشرة، راح نحطها فوق حبة الحلوى. شوفوا كيفاه الطريقة، نفتحوا هذوك الخطوط ما نخليوهمش لاصقين، نتأكدوا انهم تفتحوا. ماما وصلت الفكرة. فوالا شوفوا بهذا الطريقة، دقيقة برك. ونقطع شوفوا الجوانب العجينه بالسكين هاك. هكذا
بهذا الطريقة. نزيد نكمل. هكذا نخدمها بيان. ندخل هذا العجين ونتحصلوا على هذا الشكل اللي هو شكل قلب. راح نروحوا نزيدوا حبة ثانية. نزيدوا هنايا نخدموا حبة ثانية سوبودري شوية لافارين باش ما تغلبناش. نعطيها الطول والعرض ونروحوا العرض كامل. نعطيه لها هنايا في هذه الآلة رقم واحد هي العريضة. نبدأ نخدم فيها هنايا لاباط تاعنا شحال راهي شابه بيضه راهي نات بيان ليس. نعاودو كيما قلت لكم ناخذو هذا السرسو ونقطعو بها ديدو حبه ثانيه نخليوها اون سي جامي تتقطع لنا. شوفو هنبدا بهذه. نعاود نوري لكم نستعينوا بسكين يكون هنايا حاد ما فيش يعني الاسنان. راح نديروا هنايا خط هكذا الفوق ونزيدوا حوالي 1 سنتيمتر نديروا الخط اللي تحته هكذا بدون ما نوصلوا الحافه تاع لو سيركل. المره الثانيه راح نديروا خط طويل ونعاودوا طريقه خط صغير ما بيناتهم 1 سنتيمتر ولتحت نعاودوا خط طويل. ويا كي تشوفوا الحلوة على طبق التقديم وكيفاه راهي مديكوريا من فوق تفهموا عليا كيفاه على واه كنت ندير هذه الطريقة. وهنايا ما تبعدوش بزاف الخطوط على بعضهم، لو كان تبعدوا راح نبداو حيخرج لكم بزاف فراغات. هنا تما نتفاداو كيما راكم تشوفوا فيا راني نحشر فيهم غير بشوية وندير ها هو الشكل تاعنا تاع القلب. نروحوا مباشره نحطوا عليه هكذا العجينه غير بشويه وشوفوا كيف خرجت لنا. هنا راح نلمها غير بيديه وهنايا نتفاداو الزوائد هذوك. لو كان تقربوا شويه الكاميرا باش تشوفوني كيف راح نحي هذوك الزوائد تاع العجينه. ونبدا هنايا انا نخدم خدمتي. نبدا ندخل في العجينه مليح شوفوا الشكل اللي راني حباته. بعد ما كملنا تشكيل الحلوة تاعنا انا نروح ناخذ بابي كويسون نحطها في صينية ونطيبوهم كامل على درجة 120 درجة الحرارة تاعها ونروح نوريلكم كيفاه نزينو الورد تاعنا. الحين نخدمو الورد كيما قلت لكم من قبيله. اليوم راح خيرت هذا المول حنستعينو بهذا الورده. خيرت اليوم عجينه السكر هذا اللون خضراء كيما لو كان تلاحظوا من قبيل درنا لارون فيغ بيستاج. انا نسيت نكاسي لي كولور درتها في الفيغ في الفرونسي ونخدم الورده تاعنا. نعاود نطري شويه عجينه السكر تاعي باش تجيني طريه باش تجيني بيان ليس في المول.
ونخدم الوردة تاعي. شوفوا انا حندير بهذا الوردة شوفوا الوردة تاعي ما زلت حنزيد نخدمها، نزيد وحدة ونخدمها مع بعضنا. هكذا هنايا اللي حبت ما ديرش اللون هذا تقدر دير انغاص وتعطر ما ديرش بيستاج بار اكزومبل، دير غير اللوز الابيض ودي لها لاروم تاع لافخاز، دي لها الذوق واللون تولي غاز، ودير الوردة في الروز. يعني تقدر دير اي وحدة، ماشي لازم تقيد بهذه الالوان، مام الوردة مش لازم تقيد بهذه الوردة. هنا راحين رايحة هنستعينوا بهذا الاداة، رايحة نعود نرقق بلا ما نتوشي هذا الوسط، راح نرقق لي بيتال ونخدمهم غير بشويه. هكذا بهالطريقه رققهم بيان بلا ما نص نتوشيو الوسط. من هذا الطريقة شوفوا كيما راكم تشوفوا فيها، راني عاودت رققتها كامل. اليوم انا خيرت هذا المول تاع سيليكون غير باش يعني نشد لا فورم تاع الوردة، يعني فيه ترو صغير. نتوما تقدروا تستعينوا باي مول، هنا غير الفكرة اسونسيال، الفكرة راهي وصلتكم على بالي باش تشد لي الورقة تكون واقفة. راح نزيدو نخدمو الوردة الثانية، شوفوا معايا اللي ما لحقش مع الاول. فوالا راح نخلي دائما نحافظ على الوسط باش تبقى هكذا واقفه، ونخدم لي بيتا. هذه هي نكمل نزيد نحطها هنايا بهذه الطريقه، يعني باش هذه هي لا فورم اللي راني حبتها توقف تنشف يعني ليله كامله. ونعاودو نرجعو لها دركا بعد ما حطيناهم في هذا المول باش يشدو لي لا فورم. راح ندير لهم هنا هذا الميتاليك دوري بهذا لو بانسو، راح ندير الجوانب تاع الورده بهذه الطريقه، وندير الوسط ونخليها يعني تنشف هنايا ليلة كاملة. هذه هي انا هنا باش ما نربح شويه وقت، راني جبت لكم ديجا ورد نشف ودرت له ميتاليك دوري. شوفوا كيفاه، شوفوا كيفاه دوكا نورمالمون فهمتوا عليا على واحد حطيتو فيه هذاك الثقب باش يشد لي لا فورم وتجيني هكذا. هنايا روحو ديريكتومون نديكوريو الحبه تاعنا بعد ما طيبتها. كما قلت لكم على 120 درجه حراره وعسلناها عسل خفيف، دوك مباشره نديكوريوه. هنايا شويه هذاك الميتاليك نديرو شويه من تحت ونشدو به هذا الوردة. نص دقيقة هنا باش تقدر تشوفوني مليح، وهنا نحاول نفيكسيهم شوية بيان بالميتاليك ولا بالجليكوز ونتحصلوا على هذا الشكل. يعني
شوفوا يعني كيما درت لا كولور تاع الورده، هنايا درت لو فيغ فلافارس تاعنا وكاسيت بها لي كولور كيما قلت لكم من قبل. اذا حبيتوا تبدلوا لا كولور تاع الورده تاعكم ديروها في الروز، لافارس تاعكم اوتوماتيكوم راح تجي باللوز ابيض بودر، وزيدوا لها شويه ملون لاغوم فخاز تلون ودير الذوق وتتحصلوا على لون غوز بالغوز فرونسي، وهذه هي النتيجه. انا نكمل ديكوري حلوتي لنهار اليوم ونتلاقاو على طاولة التقديم. عاودت رجعت ليكم بعد ما وجدت لكم المشكلتنا لنهار اليوم كيما شفتوها، شكل جديد وشباب على بالي كامل يعجبكم. شفتوني وجدت لكم الحشو اليوم، نكهته بذوق البيستاش ولونته طبعا بلون البيستاش كيما راكم تشوفوا فيا، درته في المول حطيتها في الكونجيلاتور، هزتنا هذاك الشكل القلب اللي كنت نحوس عليه. بعد ما حطيناها في الكونجيلاتور ياك خدمنا العجينه، قلت لكم خذوها على كان شفتوا عليا في العرض باش نقطعوها في هذوك الدوائر. بعد ما قطعناها درينا هذاك الخطوط اللي خط نص خط نص خط، وخلينا 1 سنتيمتر ما بين الفوقاني والتحتاني، ومن بعد كملناها بخط كامل باش احتجنا هذه الخطوط باش تحصلنا عليهم. بعد ما طيبناها لكن شفيتو على 100 درجة 120 درجة حرارة، عسلناها وخدمنا هذه الوريدات حطيناهم في هذاك الثقب باش هزلنا هذيك لافورم ولوناه بالماء ميتاليك دوري. وهذه هي حلوتنا لنهار اليوم، نتمنى تعجبكم ان شاء الله، نتلاقاو في حصص مقبله ان شاء الله. مع السلامه.